أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التحركات الأممية لإعادة العملية السياسية في ظل غموض وتعقد المشهد السياسي اليمني شمالا وجنوبا. إذن تواصل لجنة إعادة تنسيق الانتشار في الحديدة اجتماعاتها لبحث تفعيل آلية التهدئة والاتفاق على نشر مراكز مراقبة لخطوط التماس لتعزيز عملية وقف إطلاق النار. هذه التطورات تأتي في ظل تحركات مارتن جريفيث المبعوث الأممي لليمن ولقائه بوزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير وحديثهما عن العملية السياسية في اليمن وجهود حل الأزمة والتمرد الذي قام به المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يتجه المشهد اليمني في ظل غياب الحل وتفاقم الأزمات وتقويض الشرعية، وماذا يمكن أن تقدمه تحركات الأمم المتحدة وجريفيث لتنفيذ الاتفاقات السياسية؟ أفق غامض ومشهد سياسي وميداني معقد وأزمة تخلق أخرى، ليس فقط في شمال اليمن بل وفي جنوبه أيضا. هكذا بات المشهد بعد تعدد الفاعلين المحليين والإقليميين واتساع رغبات السيطرة وتجاوز فكرة الدولة في البلاد وعودة الأمم المتحدة للتحذير من مغبة تفاقم الأزمات. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وفي تحركاته الجديدة عقد لقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير في جدة. جريفيث أوضح أنه ناقش مع الجبير السبل الممكنة لاستئناف العملية السياسية باليمن والعودة إلى مسار السلام والجهود المبذولة لحلحلة الأزمة في جنوب اليمن. التحركات السياسية للمبعوث الأممي لم تعد تؤثر كثيرا في الواقع اليمني كما يقول مراقبون، خاصة بعد أحداث عدن والتمرد على الحكومة الشرعية من قبل القوات المدعومة إماراتيا، علاوة على عدم وجود خارطة طريق واضحة للأمم المتحدة لتحريك عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم. أما في الجهة الأخرى، عاودت اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار في المحافظة اجتماعاتها في ظل عدم وجود تفاؤل في الأوساط المحلية نتيجة تعثر كل الجهود الأممية السابقة. الاجتماع بين وفدي الحكومة والميليشيا وسط البحر ناقش تشغيل مركز عمليات مشتركة وتفعيل آليات التهدئة والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس لتعزيز عملية وقف إطلاق النار. يوما بعد آخر تزداد تعقيدات الصراع اليمني ويزداد معها تقويض السلطة الشرعية شمالا وجنوبا كما يقول متابعون، أمام تساؤلات عديدة حول ماذا يجب على السلطة الشرعية والفاعلين الدوليين القيام به لإيقاف كل هذه الأزمات والحفاظ على الدولة وسلطاتها ووجودها في اليمن. نبدأ نقاشنا مع ضيفنا المستشار الصحفي اللي في السفارة اليمنية في الرياض أنيس منصور. أهلا بك أستاذ أنيس. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ أنيس. إذن الوضع يتأزم شمالا وجنوبا وهناك تحركات ودعوات أممية لإعادة المسار السياسي، هل لا تزال لهذه الدعوات والتحركات قيمة أم أنها مجرد مواقف استهلاكية من الأمم المتحدة والإقليم؟ أخي العزيز، أعتقد أن التقرير جاب مقتبس في نهاية التقرير، قال أن هذه التحركات ليس لها أثر ولن تكون لها قيمة في ظل التطورات الجديدة والحاصلة، وهذا يؤكد أنه يعني هذا هي عبارة عن فرقعات في الهواء ليس لها أثر. هناك تطور في المشهد آخر غير المشهد السابق، اتضح على أن التحالف ليس ضد الحوثي ولا يريد أن يهاجم الحوثي، وأن الحوثي هناك شماعة. على سبيل المثال الآن اتفاق الحديدة، جزء كبير من ألوية العمالقة التي كانت في الحديدة الآن ترابط في محافظة أبيل لمواجهة قوات الجيش الشرعية وهي موالية للإمارات، بالذات الألوية القريبة من الإمارات. اللي حصل الآن ما بين الحوثي وما بين عبارة عن إطلاق نار متبادل عن بعد، لا يوجد له أي أثر ولا يمكن للجيش أن يتقدم ولا للحوثي أن أيضا يتقدم. أما موضوع المشاورات فهو يريد أن يحرف المسار
لأن التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة والبيانات الصادرة من المشتركة كشفت الأمور بوضوح. يا أخي اليوم سببت انتكاسة، يعني الآن المشهد اليمني في الحد الجنوبي أو القوات الجيش اليمني في الحد الجنوبي بدأت بعملية الانسحاب لكثير من الجبهات، يعني اللي حصل اليوم عكس سلبا على كل الجبهات وعلى المواقف السياسية. اليوم قيادات الدولة نفسها الموجودة في الشرقية والموجودة في الرياض تؤكد أنه ما في فائدة ما في ظل الوضع الذي حاصل، أنه أنتم اتخذتم الحوثي ذريعة إلى 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 الدخول في متاهات، يعني ادخلتم اليمن في متاهات أسوأ مما كان عليه الحوثي أو ما قام به الحوثي. أخي العزيز أنا أقول لك هذه التحركات أصبحت ليس لها قيمة، ليس لها وزن، ليس لها معنى أن تبدي نفعا. طيب إذا كانت هذه التحركات لا قيمة لها، ما الذي يسعى إليه جريفيث من هذه التحركات والأمم المتحدة؟ ما الهدف منها؟ جريفيث يريد أن يقدم نفسه فقط لإسقاط واجب، يبدو أنه فشل في اتفاق السلام الذي تم في السويد، فشل في كثير من المفاوضات، كثير من المشاورات، فشل في بناء الثقة ما بين الأطراف اليمنية، فشل في كثير من المشاورات والمداورات، فشل حتى في موضوع الحديدة من خلال تغيير أكثر من يعني عدة مرات، وهو يغير مندوب المشرف على عملية التبادل وغيرها، كله فشل إلى فشل إلى فشل، وهذا الفشل يعتقد أنه متعمد، وهو يريد أن يسقط واجب على أنه يقوم بواجب، لكنه لا يوجد أي تفاعل، حتى التعامل معها من قبل الشرعية ومن سعبال هو تعامل رمزي فقط من باب أيضا يعني تحسين وجه، لكن اللي حاصل يا أخي أنه ما عاد يدي نفعا حاليا. اللي حاصل الآن أنهم لا يريدوا باختصار. طيب سأعود لك لأسألك عن الوضع في الجنوب، وهل سيكون على سلم أولويات جريفيث، لأنه يقول في أكثر من مناسبة أنه يدعم دعوات الحوار التي تتحدث عنها السعودية والإمارات. نشرك معنا بالنقاش عبد الهادي العزعزي من تعز، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. أستاذ عبد الهادي، في ظل تعقد المشهد شمالا وجنوبا، هل يمكن للتحركات الأممية أن تقدم شيء وأن تعمل على فكفكة هذا التعقيد؟ لا أعتقد أنها سوف تقدم شيء، لكن الممثل الأممي يستغل أي عملية إرباك حادثة في المشهد اليمني ليصطاد موقفا هو موظفا دولي، وبالضرورة أن تستمر مهمته، وبالتالي يسعى إلى اصطياد موقف داخل خضم حالة الصراع القائمة داخل التحالف العربي، ثم داخل السلطة، داخل ما يعرف بالأطراف اليمنية المشكلة للسلطة الشرعية. هناك حالة من الصراع داخل الشرعية، ثم صراعا من الشرعية مع الانقلاب، وهناك صراع بالمقابل داخل التحالف العربي هو الذي ينعكس بشكل أساسي على المشهد، أو هكذا يجري رسم المشهد اليمني داخل التحالف العربي عبر انقساما لا مبرر له وصراعا لا نعرف لا مدى. طيب ولا بالتالي في ظل وجود هذا التعقيد تعتقد جريفيث كيف يستغل كل هذا التعقيد وكيف يلعب بأوراق التفاوض سواء مع الشرعية والتحالف أو مع الحوثيين؟ هو يعتقد الآن أن الجميع أمام مأزق، وأنه هو الوحيد الذي يمتلك سلم العبور من هذا المأزق الخطير باتجاه الأمام. هو يرى أن حالة الصراع داخل الشرعية قد ترغمها على قبول التفاوض مع الحوثي وفق شروط الحوثي، أو يحاول هو التخفيف منها. الحوثي في الرمق الأخير، لكن التحالف العربي والشرعية مشغولون بصراعات بينية. أما لا أعتقد أن الوقت وقتها، ولا يوجد ما يبرر لها بأي شكل من الأشكال حتى ما يحدث في المحافظات الجنوبية. طيب عن أي رمق أخير قد يقول لك البعض أستاذ عبد الهادي؟ تقول الحوثي في الرمق الأخير، هل الحوثي هو في الرمق الأخير أم الشرعية والتحالف الآن بعد كل ما حدث وخاصة تطورات الأخير؟ يبدو أن التحالف هو من يطول الحرب وليست الشرعية. الشرعية مضغوطة جماعة منفية، التحالف سحب منها كل شيء، سحب منها قرار السلم وقرار الحرب وقرار التفاوض أيضا. طيب أعود للأستاذ أنيس. أستاذ أنيس، بالنسبة للوضع في الجنوب، هو على سلم أولوية جريفيث تعتقد؟
أخي العزيز، الحديث عن الجنوب لا يحتاج إلى حوار ولا يحتاج إلى الأمم المتحدة. الحديث في الجنوب يحتاج إلى قرار. هذا القرار هو قرار من التحالف أو قرار من الشرعية. إما قرار بالتحالف باتخاذ قرار حازم لتوقيف ما حصل وعودة الأمور لما كانت عليه. يقول لك الأستاذ عبد الهادي العزعزي الشرعية اليوم لا قرار لها، لا في السلم ولا في الحرب ولا في التفاوض. أنا أتفق في هذا الموضوع أن الشرعية أصبحت لا قرار لها والتي أضعفها، لكني أختلف معه أن الحوثي في الرمق الأخير الذي هو في الرمق الأخير هو التحالف. بعد 4 سنوات ونصف من القصف والقتل والكذا يتم حرف مسار التحالف واكتشف أوراقه للناس. وبالتالي أنا أقول اليوم ما يحصل يعزز قوة الحوثي، والحوثي الذي كان بالأمس في مرحلة الدفاع اليوم أصبح في مرحلة الهجوم، يرسل الصواريخ والطائرات ويهاجم قوات الجيش من حين إلى آخر. طيب، هذه النقطة أنه يرسل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على المملكة، ربما إشارتك إليها تتناقض مع طرحك في البداية عندما قلت أن المعركة ما بين الحوثيين والتحالف غير حقيقية وأن التحالف لا يريد مهاجمة الحوثي، لأنه الحوثي مستمر في هجومه على المملكة العربية السعودية سواء بالطائرات المسيرة أو الصواريخ البالستية. أنا أقول لك أن الحوثي معركته عقائدية معروفة وأهدافه وأطماعه، لكن السعودية لم يعني والتحالف استخدم هذه الورقة وهذه الشماعة. لو تنظر أنت إلى البدايات، من الذي أدخل الحوثي؟ ومن الذي دعم الحوثي؟ ومن الذي عزز الحوثي لقصف قوى أخرى موجودة في الساحة؟ اللي حصل هذا اللي أنا أريد أن أقوله لك، أن التحالف وصل إلى مرحلة انهزامية ومع الحوثي، ويريد أن يبحث عن معارك جانبية أخرى. هذه المعارك الجانبية ستبعد عنه النفس الانهزامي وسيبحث عن حل. والدليل على ذلك أن هناك حوار أمريكي حوثي، وأن الأمريكا تجري حوارات مع الحوثيين، وهذا هو السيناريو الذي يدور اليوم. مدير رئيس الوزراء يلتقي بأعضاء من الكونغرس الأمريكي، وبنفس الكلام أيضا في تحرك في هذا الإطار، لن يقولوا إعلان فشل ولكن يريدوا أن يرسموا خارطة جديدة للمشهد اليمني. هذا اللي أريد أن أقوله أنا، وليس فقط الموضوع يعني معركة، إنما اللي حصل اليوم خارطة جديدة لحفظ ماء الوجه بعد، حتى لا يقالوا أنهم فشلوا أو أنهم خسروا. هذا الذي أنا أستطيع أن أقوله. طيب، أعود للأستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي، المسار السياسي القادم، إذا ما أردنا معرفة كيف سيكون شكل هذا المسار السياسي القادم، هل سيكون هو امتداد للمفاوضات السابقة أم سيأخذ منحى جديد ومختلف، خصوصا بدخول فاعلين ومسلحين جدد بالأحداث الأخيرة التي حصلت في الجنوب؟ لا أعتقد أن المشهد سيختلف في المجال التفاوضي عما كان عليه السويد. المشهد سوف يزداد تعقيدا فقط، لكنه سوف يكون غير ذي نتيجة أو غير ذي جدوى، لأن الأهداف الحقيقية التي قامت من أجلها الحرب وصدرت قرارات مجلس الأمن من أجلها إلى الآن لم يتم حلحلتها. لا زالت الحكومة الشرعية التي قامت التحالف العربي لإعادتها تحولت إلى حكومة منفى بكل معاني الكلمة على يد التحالف، وبالتالي هنا الطرف الذي يمكن أن تتفاوض معه هل هو طرف واحد؟ أصبح اليوم طرفان بدخول المجلس الانتقالي، أصبح هذا الطرف طرفان، وبالتالي أي مشهد تفاوضي في ظل هذا السياق القائم وبهذه الإرادة واستيادا إلى البيانات المتناقضة من التحالف العربي وكل من دولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، أعتقد أن المشهد القادم في مسألة التفاوض لن يقتبل له النجاح، لأن لن تكون هناك أطراف ضامنة إلا إذا دخل فاعل دولي كدخول الأمريكان أو دخول أحد الدول الخمس دائمة العضوية، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق. الغرب مع بقاء الحوثي كخنجر مغروس داخل أمن الجزيرة العربية وتحديدا جنوب السعودية، هناك صفقات يجب أن تبرم في مجال التسليح وغيره، هناك مساعي كبيرة لتغيير في بوليصات التأمين وغيرها، تغيير على البريطانيين خلفها،
وقد تثار اضطرابات كثيرة في الممرات الدولية. هناك صراع إقليمي يتحكم بالمشهد أكثر من الفاعلين الداخليين تماما، وأكثر من مسألة الحوار. أعتقد أن كل الأطراف اليمنية مشحوبة القرار، مشحوبة القرار لقوى إقليمية. هذه القوى الإقليمية هي من تتحكم الآن في المشهد بدرجة أساسية. اليمن كما كانت تحاول الرئاسة أن توصل رسالة لجماهيرها في الداخل، الرئاسة اليمنية الشرعية، أن تقول أنها طرفا أساسيا في الحرب أو طرفا ثالثا قدمت الشعب والأرض في سبيل المواجهة مع الأذرع الإيرانية، لكن يبدو أن الطرف الثالث هذا سوف يصبح هو الضحية الكبيرة تماما على مدى 5 سنوات. يتعقد المشهد، والحرب التي تدار أعتقد أنها تدار على وسائل الإعلام أكثر من الواقع. لم توفر إمكانيات الحرب للجيش القائم ولا للدولة القائمة. لم تستقر هذه الدولة، كلما وطأت أرض رجلها التراب اليمني يحاول يعيدها التحالف ثم يهجرها التحالف مرة أخرى لأنه هو المتحكم بالمشهد. طيب أستاذ أنيس منصور، إذن الأطراف اليمنية مسحوبة القرار لصالح الأطراف الإقليمية اليوم التي هي تتحكم بالمشهد اليمني. السعودية الأبرز في هذا الأطراف الإقليمية، هل السعودية اليوم قادرة وفق قراءتك للأحداث الأخيرة، هل هي قادرة على أن تخضع جميع الأطراف لطاولة الحوار وتحل المشكلة بشكل فعلي ونهائي؟ أخي العزيز، السعودية في الآونة الأخيرة ظهرت ضعيفة، ضعيفة جدا جدا. يعني ما أدري ما الذي لعب بالعدادات أو من الذي لعب بالبوصلة في المملكة العربية السعودية. السعودية في الآونة الأخيرة هي صاحبة القرار، وهي صاحبة الثقل السياسي والثقل العربي والثقل الدولي، وهي المؤثر على الساحة العربية والمحلية حتى الدولية، وهي القوة التي تستند إليها كثير من الدول العربية في كثير من المرتكزات وكثير من المشاكل. لكن في الآونة الأخيرة أظهرت نفسها كأنها جزيرة من جزر، أو كأنها محافظة من محافظة الإمارات. لم تعد السعودية التي نعرفها والتي نعلم عنها أنها تلك الدولة التي تستطيع أن تقول وتفعل. اليوم يعني شاهد أنت البيان الأخير، بيان صدر يوافق ويدعو ويساند الشرعية، وفي اليوم الثاني يصدر بيان مشترك ما بين السعودية والإمارات يناقض البيان الأول. شاهد الارتباك في الموقف السياسي السعودي. إلى اليوم السعودية لم تقول قولة واحدة ولو همسا عن جريمة مقتل قصف الطيران على الجيش اليمني. اليوم اللي حاصل أن السعودية إما أنها تتعرض لضغوط، وإما أنها قد انحرفت في المسار، وإما أنها تخفي شيئا، وإما أنها لا تريد استقرار اليمن. لأنه الذي حاصل الآن أن الجماعة لا يريد استقرار اليمن وعودة الشرعية، يريد يمنا ممزقا، يمنا فيه نتوءات وصراعات في الجنوب، ويمنا طائفيا سلاليا فيه صراعا من هذا الاتجاه في الشمال، يمنا مجزأ، وهم يبحثوا عن مصالحهم المتواجدة في محافظة المهرة. أنا أقول لك الآن يعني تواجد كبير جدا للسعودية داخل المهرة. لو حصل شيء بسيط، احتكاك ما بين نقطة عسكرية مع مجموعة مواطنين، تخرج الطيران. لماذا لا تخرج الطيران وتساند الدولة وتعززها في عدن؟ أيهما أولى، المهرة أم عدن؟ لكن لأن للمهرة فيها مصلحة، السعودية تنزل بثقلها إلى داخل محافظة المهرة. هذا يؤكد على أننا أمام سيناريو واضح يكشف حقيقة أجندة السعودية وحقيقة انحرافها عن المسار. ولكن أقول لك، ظهرت الإمارات بوضوح بوجهها الكبير، وهذا معروف منذ أول يوم، وتحدثنا معكم في حلقات كثيرة عن هذا الاتجاه. لكن السعودية التي تعطي لك وجها طيبا وتروغ عليك من تحت وتلف وتدور سياسة اللف والدوران والمكيدة من تحت، يعني هذا الذي حصل من قبل السعودية اليوم. أخي العزيز، كان الناس لديهم أمل وتفاؤل في الدور السعودي أنه سيحافظ على سيادة البلاد وأمنه واستقراره، لكن المواقف الأخيرة أعطت سلبية وانتكاسة
وحتى طيب قيادات الشرعيه انفسهم. اريد ان ننقل النقطه هذه للاستاذ، ننقل هذه النقطه للاستاذ عبد الهادي العزعزي قبل ان اعود لك لنتناقش عن خيارات الحكومه الشرعيه، الخيارات المتبقيه لها. استاذ عبد الهادي، تعليقك عن اداء السعوديه في ماذا تتفق فيما طرحه الاستاذ انيس منصور عندما يقول ان يبدو ويتساءل ان السعوديه انتقلت من التاثير الى اللا تاثير، ويتساءل لماذا اصبحت بلا وجهه محدده واضحه، هي تبحث فقط ربما عن بعض المصالح الضيقه لها في بعض المناطق، لكن هناك غياب للتاثير لها في اشياء كثيره، وموقفها غير واضح من كثير من الاحداث. لا اعتقد ذلك، السعوديه موقفها واضح تماما منذ البدايه. الامارات ليست سوى جزء من اداه من الادوات التي تحركها السعوديه بشكل مباشر، وأداءها هو أداء منسجم، والدليل البيان الأخير الذي صدر. البيان السابق الذي صدر كان الهدف منه هو إعطاء مشكل للحكومة اليمنية حتى لا يثار الموضوع دوليا ويتم الزج بالقضية إلى مجلس الأمن. كان يجب أن يكون الخطاب بهذا الشكل. الخطاب الآخر أعتقد أنه واضح، وهناك دواعي في السعودية قد رسمت هذا المشهد بأنه يجب أن تتوحد القوات الموجودة في المحافظات الجنوبية تحت قيادة واحدة هي القيادة الجنوبية وليست قيادة الشرعية، وبالتالي الحركة على هذا الشكل. الجميع يراهن وبالتأكيد له مصالح، وهو يراعي مصالحه أولا قبل مصالح الآخرين. هذا موقف وهذه أدائية، لكن السعودية لا زالت صاحبة الزمام والمبادرة، وهي الدولة الأقوى، بل هي المواجه الإقليمي لكل القوى الإقليمية التي تتواجد في المنطقة، وهي تلعب دورا محددا في هذا السياق. لديهم مشروع محدد هو أن هذا البلد يجب أن يظل ضعيفا وتابعا، وأن السلطة التي سوف تتشكل بعد نهاية الحرب يجب أن تكون ضعيفة بعكس ما تخرج به السلطات عقب أي اضطرابات أو ثورات أو تغييرات أو حرب داخلية تولد سلطات قوية، وهذه السلطات القوية تتمتع بإنجاز. هذا ما يجري خنطرته بشكل أساسي عبر هذه المواقف. اليوم تصل السلطة اليمنية تحولت إلى أضعف من الضعيف، ليس بإرادتها ولا بفعلها، ولكن بفعل حلفائها الذين يفقدونها اليوم حتى مصداقيتها مع جمهورها في الداخل. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تعز. أختم مع الأستاذ أنيس منصور، ما هي الخيارات المتبقية للشرعية وما الذي يمكن أن تقدمه؟ أخي العزيز، الشرعية ما زال لديها خيار أن العالم جميعه معترف بها، هذا أولا، وأن العالم يتعامل معها. الأمر الآخر، خيارات الشرعية الآن هي التصعيد الدبلوماسي الدولي، أما بقية الأوراق كلها قد سقطت. وعلى فكرة أريد أن أقول لك أن رئيس الجمهورية رفض البيان الذي صدر أمس، والحكومة رفضت أن تصدر بيان ترحب بالبيان الذي صدر بالأمس. البيان المشترك للسعودية والإمارات عزز موقف فجوة، أوجد فجوة ما بين السعودية والشرعية، حتى أوجد فجوة ما بين السعودية والشرعية، ويبدو أن الرئيس لوح بأوراق أخرى بما فيها تقديم استقالته وترك البلاد في فراغ دستوري. تتحمل السعودية مسؤولية ما سيحصل نتيجة تغاضيها وصمتها عن الإمارات وعبث الإمارات وغطرسة الإمارات. مآلة الخيارات الأخرى هي خيارات إخراج أبعاد الشرعية القانونية لتواجد الإمارات كخيار أساسي، حتى بعد ذلك ممكن أن تشكل مقاومة قبلية وسياسية وعسكرية ومتعددة في مواجهة الإمارات إذا ما رفضت هذا القرار أو اتخذت منحنى آخر. ويبدو أن هناك التفاف وتصعيد شعبي سياسي قوي جدا، وهناك غضب على مستوى اليمن كامل، يعني عزة اليمني أقوى من جبروت ومؤامرة المؤامرات، ويظل الأجنبي ضعيفا في أرض ليست أرضه وفي وطن ليس وطنه. وخيار الشعب كثير جدا هو مساند لخيار الشرعية بشأن المصالح السيادية لليمن. أشكرك جزيلا أنيس منصور كاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفنا عبد الهادي العزعزي من تعز. في الختام، تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزميل محمد عبد المنيف، في أمان الله.